السلام عليكم، معك مساوي السهام، مسؤولة على جمعية المرأة الحرة المغرب كندا بمدينة وجدة. الحمد لله هذا الأسبوع كان حافل بالمبادرات، مبادرات خيرية، زيارات المستشفى، توزيع قفاف على أسر معوزة، على أيتام، على بزاف ديال الأسر. واليوم الحمد لله كان عندنا ختان 20 طفل من أسر معوزة، حتى هما درنا لهم الحفل. كان عبارة على يعني كان مهرج، كانوا مسمعات، كانوا تقديم هدايا، كانوا بزاف ديال الحوايج. هذا المنبر كنشكر جمعية المرأة الحرة المغرب كندا، المحسنات جمعية المرأة الحرة، الأستاذة نازيك، المتطوعات معنا، يعني متطوعات مدينة الدار البيضاء، الفقيه بن صالح، سمارة، طنجة، الرباط، كنشكرهم كاملين والله يوفقنا جميع واللهم يسر يا ربي. السلام عليكم، انا اكبر متطوعه في الجمعيه المراه الحره، وراح نعاونوا باللي قدينا عليه. اللي ما صباش يدير الخير يديرو غير بيديه ولا فمه ولا برجليه كاع، وحنايا رحنا نعاونوا على اللي قدينا عليه بيدينا. الله يوفي لكم ما راكم تتمناو، والله يجازيكم بخير على هذا الخير الجميل اللي راكم ديروه. حسينات اللي تبرعوا الله يجازيهم بخير، والله يقبل بهم والله يعاونهم على فعل الخير، والله يحفظهم ويخلي لهم وليداتهم ويحفظهم، والله يعطيهم التقوى. هذا الشيء اللي نقول لكم.